تعود إلى الواجهة مجدداً مأساة الانتهاكات الصينية ضد أقلية الإيغور المسلمة، خصوصاً بعد أن قرر تويتر إغلاق حساب سفارة الصين في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تغريدة عن نساء من الإيغور، واعتبرت هذه التغريدة غير إنسانية. التغريدة قالت إن نساء الإيغور قد تم تحريرهن من كونهن آلات إنجاب للأطفال، فيما ذكرت رويترز أن التغريدة نقلت عن دراسة نشرتها صحيفة تشاينا ديلي الحكومية. الممارسات اللا إنسانية في التعامل مع الإيغور تترافق مع تقارير للأمم المتحدة تقول إن السلطات الصينية تجبر نساء الإيغور على تناول حبوب منع الحمل، فضلاً عن إجبارهن على الخضوع لعمليات إجهاض وعمليات تعقيم نهائية تجعلهن غير قادرات على الإنجاب نهائياً. كما تشير التقارير سواء الإعلامية أو الحقوقية الصادرة عن المنظمات المتخصصة إلى أن السلطات الصينية تقوم بفصل الأبناء عن أسرهم بعد وضع الآباء والأمهات في معسكرات داخلية، ما يمنعهم من رؤية أطفالهم وفصلهم عاطفيا عنهم لغايات إدماج الأطفال في مجتمعات أخرى. منظمات حقوقية قالت إن الصين احتجزت ما يصل إلى 1,000,000 شخص من الإيغور خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما تنفيه الصين وتطلق عليه السلطات هناك ما تسميه بمعسكرات إعادة التأهيل، لكن النفي الصيني لا يغير من واقع المعاناة التي يتعرض لها الإيغور شيئاً.